أكثر من 100 عام على تنظيم هذا المهرجان الاستثنائي لصراع البقر، تقليد سنوي عزيز على مزارعي هذه المنطقة، حيث تلتقي مئات الملكات للفوز بلقب ملكة الملكات وسط اعتزاز أصحاب ومربي هذه الجميلات. كنت محظوظا لأن بقرتي شاركت في هذا الحدث برغم صغر سنها، فهي اجتازت التصفيات الأولى في الجبل قبل الوصول إلى النهائيات. هذا تقليد تاريخي، قبل 100 عام نظم أول صراع هنا، واليوم تشارك 450 بقرة أنثى من نوع هيرن، وهذا النوع لديه خصائص القتال في جيناته، وهو يقاتل كي تجد كل بقرة موقعها في القطيع بحسب تسلسل هرمي من الموقع الأول للملكة حتى الموقع 50. بعد قليل ستنتقل هذه البقرات تباعا إلى الحلبة الرومانية الموجودة في منطقة سيون على سفوح جبال الألب السويسرية، ليبدأ قتال شرس للفوز باللقب. سعيدة جدا، لقد انتصرت بقرتي ذات الرقم 29 في معركة سريعة جدا، أما الرقم 28 ففاز بعد معركة طويلة، والآن عليها أن ترتاح قليلا قبل الجولة الثانية. فازت بقرتي باللقب، وهذا لا يحصل دائما، لهذا سنقيم احتفالا كبيرا بهذا الفوز. يرفض المزارعون الاتهامات بأن هذه المصارعة هي استغلال للحيوان أو تضع حياته في خطر، فالبقر يتصارع منذ الأزل في بيئته الطبيعية، وعند الشعور بالخطر تخرج البقرة من الحلبة. البقرة هي التي تحدد ما إذا كان بإمكانها مواصلة القتال أو الخروج من الحلبة. نرى بقرات كثيرات لا يردن القتال فيتوجهن مباشرة إلى الباب، علما أن هذا النوع من البقر يتقاتل يوميا في بيئته. ملكة البقرات ووصيفاتها يتلقين جوائزهن الجميلة، وهي عبارة عن أجراس جديدة يسمع رنينها عن بعد. موسى عاصم من مدينة سيون سويسرا، الميادين.